بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أوفياء مسابقة مزامير الدولية، أهلا وسهلا بكم في هذه السهرة التنافسية الثانية والتي تقدم لكم حصريا على قناة الشروق. وجوه قرآنية عالمية عانقت القرآن الكريم ورتلته ترتيلا، ستمتعنا بأصواتها الشذية وبأدائها الماتع أمام أنظار لجنة تحكيم أيضا عالمية اختارتهم قناة الشروق من أجل تصحيح وتهذيب التلاوة القرآنية لكل من يحب ويعانق هذا القرآن الكريم. بداية يسعدني أن أرحب بأعضاء لجنة التحكيم وأبدأها في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد القادر إبراهيمي. أهلا وسهلا بك شيخنا. أهلا وسهلا بك أخي رضوان، تحية طيبة. نعم، وأرحب أيضا بشيخ المقارئ العالمية الشيخ أحمد عيسى المعصراوي. أهلا وسهلا بك شيخنا. أهلا بك أستاذ رضوان. وأرحب بالبروفيسور كمال قدة. اهلا وسهلا ومرحبا. كما أرحب بشيخ المقارئ اللبنانية الشيخ محمود العكاوي. مرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم. أبدأ معك الشيخ محمود العكاوي، أكيد أنك زرت الجزائر وتعرفت على التعليم القرآني في الجزائر والإقبال على القرآن الكريم في الجزائر، كيف تقيم محبة القرآن في قلوب الجزائريين وكيف تقيم التعليم القرآني في الجزائر؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، مما لا شك فيه أن المسلم يحرص على تعلم كتاب الله عز وجل أينما وجد، ولكن هناك دول عن دول تختلف في طرق التعليم وتوصيل مفاهيم علم التجويد. من خلال زياراتي العديدة للجزائر الحبيبة وجدت أن هناك إقبالا طيبا على تعلم القرآن الكريم من خلال الخلايا ومن خلال المراكز ومن خلال الدور التي تعنى بأبناء المسلمين في هذا البلد الحبيب بتعليم القرآن الكريم تلاوة ورسما. وهذا إنما يدل على حب أبناء الجزائر للقرآن الكريم وتعلقهم به تعلقا متينا، فهذا الأمر مما لا يخفى على أحد. وكذلك حال مشاركتي في تحكيم المسابقات الدولية، نجد أن أبناء الجزائر في بعض المسابقات ينالون المراكز والمراتب الأولى في المسابقات الدولية، وهذا كذلك يحث على التمسك أكثر في كتاب الله عز وجل. أعرف في الجزائر رجالا وشبابا ما شاء الله يتقنون علم المقامات، ولكن يحتاجون إلى من يفرغ نفسه لهذا الأمر. فهناك أصوات طيبة جدا سمعتها في الوادي، وسمعتها في باتنا، وسمعتها في الصيف، وسمعتها في الجزائر، وسمعتها في عدة ولايات. فهذا يعني كذلك يدل على علم الأداء الصوتي عند الإخوة الجزائريين. شكرا لك شيخنا، وأتمنى التوفيق لأعضاء لجنة التحكيم في اختيار من يتأهل إلى نصف نهائي مزامير داود في هذا العدد. ونذهب مباشرة إلى عبد العزيز سحيم ونتعرف معه على المتنافس الأول في فرع حفظ القرآن الكريم. مرحبا بك أخي رضوان وبلجنة التحكيم الموقرة في هذا اليوم الجديد ومع متسابقين جدد. نستقبل في هذه الأثناء البطل القادم من جمهورية مصر الشقيقة، الصغير في حجمه الكبير بما يحمله من قرآن في صدره، أحمد تامر. السلام عليكم أحمد. عليكم السلام رب. كيف حالك؟ الحمد لله. أمورك تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. من يرافقك اليوم؟ أبي. ما شاء الله تبارك الرحمن. في أي سنة بدأت حفظ القرآن؟ أنا بدأت حفظ القرآن من سن 3 سنوات، وبفضل الله تعالى خلصت وأنا عندي 5 سنوات ونصف. ما شاء الله تبارك الرحمن. من الذي ساعدك في حفظ القرآن؟ من الذي حفزك؟ والدي ووالدتي. ما شاء الله ما شاء الله، أطال الله في عمرهما. الله يبارك فيك. ما شاء الله تبارك الرحمن. اليوم رك مستعد؟ إن شاء الله. ما شاء الله. أعطي الميكروفون للوالد. السلام عليكم. كيف عليكم حالك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. اليوم أتيت مع هذا البرعم الصغير
لمسابقة مزامير داوود الدولية، ماذا تتمنى له؟ أتمنى له الفوز في هذه المسابقة إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شفيعا لأصحابه يوم القيامة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. ومستقبلا يعني في المستقبل ماذا تتمنى له؟ في المستقبل بصفة عامة أن يظل محافظا على القرآن، لأن الذي يحفظ القرآن يحفظه القرآن. ما شاء الله ما شاء الله. الذي يحفظ القرآن يحفظه القرآن. ممن يحفظ القرآن. ونحن سنسأل أمام الله تبارك وتعالى عن هذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا، وهي نعمة الأولاد. ومن أفضل النعم أننا نعلمهم كلام الله تبارك وتعالى، وكفى بها نعمة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. الله أكبر. فأقول لك من هذا المنبر: لا تخف على ولدك، فهو من أهل الله وخاصته إن شاء الله. فجزاكم الله كل خير. أخ محمد تامر، أنت مستعد؟ إن شاء الله. كما نقول دائما: ما خاب من توكل على الله. انطلق. توكل على الله. تحية لتامر عليوة من دولة مصر الشقيقة. إذا نستقبل تامر عليوة من دولة مصر. تحية لتامر. ازيك يا تامر؟ عامل ايه؟ كويس؟ الحمد لله. تامر كان متميزا في التصفيات الأولية، وإن شاء الله سيصنع أيضا التميز في هذا الدور الثاني، الدور الربع النهائي. تامر، نختار رقم سؤالك من الشاشة كما تعودنا دائما. رقم سؤالك هو الرقم كم تتوقع؟ 10. بالتوفيق تامر. تامر، السلام عليكم يا تامر. عليكم السلام. هل أنت مستعد يا بني؟ إن شاء الله. يلا اقرأ من قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان الناس أمة واحدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الذين ينفقون وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب حسبك يا بني ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. السؤال الثاني: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم حسبك ما شاء الله لا قوة إلا بالله سنت ما شاء الله تفضلت ما شاء الله على تامر عليوة من دولة مصر الشقيقة تعثر بسيط فقط شيخنا كل جواد كبوة يا شيخ ما شاء الله ثامر والله ثامر ومثمر بإذن الله عز وجل كان يقرأ مرتاحا ما يشعر بالخجل ولا بالخوف ولا بالوجل وكان ينوع في المقامات والله وكان يعيش مع ما يقرأ استمعت إليه وهو يقرأ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الله أكبر يعني كيف قرأها بحس مرهف كذلك وقيل للظالمين ذوقوا عذاب النار أو الآية التي ذوقوا ما كنتم تكسبون نعم ما شاء الله عليه يا شيخ أنا بعض الملاحظات فقط أعجبني كذلك غننه الغنن عنده ثابتة وجميلة أحيانا المد يزيد وينقص عنده أحيانا فقط الوقف والابتداء كان رائعا بالنسبة علي أنا قراءته كانت جميلة وهذا التعثر الذي تعثره يعني يذوب في بحر حسناته وفي جمال قراءته شيخ القادر تفضل كنت متميز يا بني تميزت في أدائك أداؤك كان جيد
نفس الملاحظتين الذين أشار أو الآيتين اللتين أشار لهما الشيخ كتبتهما هنا. وقيل للظالمين، يعني انتقالك كان رائع، الله نزل أحسن الحديث. نعم. انتقالان رائعان ملفتان الانتباه، فأداؤك ضبطك للتجويد كان ممتازا يا بني، لا تعليق سلبي على تلاوتك، ما شاء الله عليك. أنا أريد من ولدنا أحمد أن يثابر حينما الحمد لله الله عز وجل حباك هذا الصوت وهذا الأداء والتمكن في أحكام التجويد، ابحث لكي ترتقي، عليك بعلم القراءات، أنتم بلد القراءات. نعم. هو الآن يدرس في رواية قالون. الله الله. ويحفظ المتون يا مولانا. ما شاء الله. تحفظ الشاطبية والدرة. وطيبة النشر. الله أكبر. وطيبة النشر وألفية ابن مالك. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. هذا مصر كما يقولون ولادة. فالخير فيها إن شاء الله. ابن مصر يا شيخ. نعم أقول لك مصر ولادة. نعم. صحيح. سابر على ذلك إن شاء الله. بارك الله فيك. ما شاء الله. لا تعليق. لا تعليق. لا تعليق. نعم شكرا لك تامر، أتمنى لك إن شاء الله التوفيق. بالتوفيق. أنا امتحنت الحمد لله ولكن كنت متوتر شوية، ولكن أعجبني رأي فضيلة المحكمين، وإن شاء الله متفائل إن أنا أوصل لنص النهائي إن شاء الله. نذهب الآن إلى عبد العزيز سحيم، نتعرف على المتسابق الأول سهرة اليوم في فرع المرتل الصغير. مرحبا بك مرة أخرى أخي رضوان. المتسابق الثاني في فرع الترتيل جاءنا من دولة باكستان. مرحبا بك حبيبي أبو بكر. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. من يرافقك اليوم؟ أبي. ما شاء الله. متى بدأت رحلة القرآن أبو بكر؟ متى بدأت تحفظ القرآن؟ انظر كان عمرك 7 سنوات. منذ السن 7. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ماذا تتمنى له مستقبلا؟ أتمنى له أن يصبح قارئا عالميا ما شاء وعالما ينتفع بعلمه. ما شاء الله تبارك الرحمن. أخي أبو بكر هل أنت مستعد؟ دائما تذكر ما خاب من توكل على الله. انطلق. نرحب بمحمد أبو بكر من دولة باكستان. ما شاء الله. محمد أبو بكر كان في التصفية الأولية متميزاً، ويعني أعطيته نصيحة أنه راح نتمنى ونشاهده بصورة أفضل من السابقة إن شاء الله. إن شاء الله عنده عزيمة. عنده عزيمة ما شاء الله. نعم الدكتور قدا يقول أنه عندك قدرات كبيرة، يعني ننتظر أن تفجر. نعم. هذه القدرات اليوم إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق. بالتوفيق. تفضل. يا أبا بكر اقرأ من قول الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساء وأنفسكم ثم نبتهل هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا
تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم ما شاء الله. تحية لأبو بكر ما شاء الله. فعلا يعني كان تحت توقعاتي. فجر كل قدراته اليوم. لا لسه فيه قدرات سيفجرها في بعدين إن شاء الله. هذا كان مخبئ لنا قنبلة. ففجرها اليوم. قراءة الكبار. صحيح. لديه خطة محكمة. عرف كيف يقرأ وكيف ينتقل وكيف يختم. والله تمنيت ألا ينتهي. يا شيخ هذه تعرف أنا لا أريد أن أشبه ولا أن أمثل. لكن العدائين يخبئون طاقاتهم وقدراتهم في الأخير. هذا هو هذا الشاب عنده خطة زي ما قال الشيخ لعله سيفاجئنا بعدين بقدرات أكبر ما شاء الله عليه. خلي الشيخ عنده ما يقول. أنا لا تعليك بعد كلامك لأن أنت قلت ما فيه الكفاية. بس هو يا أبو بكر يتخذ الخاء مكسورة حبيبي. ما تقولش يتخذ لا تفخم الخاء وهي مكسورة. ما تقولش يتخذ لا يتخذ. نعم ماشي يخلص الكاس. وأنت فوق الممتاز. يعني والله شوف شيخنا احنا تعبنا من اجل يعني الوصول بكار الى بلاطو مزامير داود. يعني الحمد لله لما نشاهد هذه النتيجه نرتاح يعني ونفرح ونسعد أبشر. بهذا التعب الذي تعبناه من اجله. ابشر ابشر. هو يتميز بانه قرا جزء او مكان لا يقرا منه الصغار نعم. وانما لا يقراه نعم. الا الكبار نعم. لازم فعشان لاجل هذا احنا كان يعيش مع ما يقرا يا شيخ فعلا. وهو في هذه السن أعجمي لا يفهم العربية لكنه كان يعيش مع قراءته. الله أكبر. باكستان يا شيخ. إنها باكستان يا شيخ. ما شاء الله. شكرا لك شيخنا. بارك الله فيك. شكرا. نعم. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. بارك الله فيك. شكرا شكرا. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قرأت جيدا والحمد لله. ولجنة التحكيم انبحروا بقراءتي. وإن شاء الله سأفوز. مرشة متميزة قدمت لبراعمنا الصغار في مدرسة مزامير داود هنا بالجزائر. نتعرف على هذه الورشة في هذا العدد ثم نعود لنتعرف على المتسابق الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على النبي المصطفى. نتكلم اليوم عن الخط العربي. الخط العربي يعرف على أنه علم له قواعده وأصوله. وإذا قلنا علما فالجميع يمكن أن يتعلمه. العلم بالتعلم وهو فن له معجبوه ومحبوه وكذلك تراث حافظ لنا أعظم رسالة القرآن الكريم والسنة والحديث. لدينا الخط الكوفي وهو أول خط كتب به المصحف الشريف. بعدين من الخط الكوفي ظهر بعدها الخطوط المشهورة يعني نذكر منها الثلث. والثلث اشتق منه الريحاني والمحقق. كذلك لدينا خط الرقعة. خط الرقعة هو خط عثماني يعني ظهر في وقت الدولة العثمانية وخط حديث. خط النسخ هو يعني نال شرفه ومكانته بين الخطوط. لأنه الخط الذي نسخ به القرآن ونعرف أنه كل حاجة تقارن بالقرآن ولا يعني كما نقولوا إحنا تحتك بالقرآن تكون لها بركة وعزة وشرف ومكان. بعدين نتكلم عن أنواع الخطوط المتبقية. لدينا الخط الفارسي. خط الفارسي وهذه حروفه. خط الفارسي نسبة إلى إيران حاليا. خط الفارسي. ولدينا الخط المغاربي الجزائر والمغرب حاليا. الخط المغاربي
هذه حروفهما. إذن كنا رأينا الخط الكوفي، نعيد، الخط الكوفي من أنواع الخطوط حاليا، الخط الكوفي، خط الثلث، خط الرقعة، خط الديواني، وخط النسخ، وخط المغاربي، ثم الخط الديواني، وهذا الذي سنتكلم عنه اليوم كثيرا يعني، وسنكتب به إن شاء الله. لتحضير المحبرة نحتاج إلى ليقة، نأتي بالليقة تاعنا ونأتي بالمحبرة، والمحبرة أنواع، فيها زجاجية، فيها كريستالية كما هذه، وكاين أنواع أخرى أيضا. نضع ليقة داخل المحبرة، ليست قطنة، هي حرير، هي عبارة عن حرير، القطن لا يساعد، خيط حريري، نأتي بخيط حريري. هكذا نكون تحصلنا على محبرة جاهزة، يعني لما نغمرها بالحبر كاملا ليقة. ننتقل إلى كتابة بعض الأسامي الآن. قديما كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: تعلم قوام الخط يا ذا التأدب، فما الخط إلا زينة المتأدب، فإن كنت ذا مال فخطك زينة، وإن كنت محتاجا فأفضل مكسب. اليوم قد اشتركت في ورشة لتعليم الخط العربي، وتعلمت الخط خط النسخ والخط الريحاني والخط الفارسي، وتعلمت كيف أكتب النقطة لأني ما أعرف شيء. شاركت اليوم في ورشة الخط العربي ولكن ما نعرفش نكتب. شاركت اليوم في ورشة لتعليم الخط العربي وسخت يدي بالحبر. جئنا اليوم إلى ورشة لتعليم الخط العربي وتعلمنا أنواع الخط العربي وما يصنع الحبر الذي يستعمل فيه، وأيضا أنواع الأقلام التي يكتب بها. بداية عرفنا بفن الخط العربي، قدمناه للأطفال وأنواع الخط العربي. بعدها قمنا بتعليمهم كيفية تحضير المحبرة. بعد تحضير المحبرة علمناهم كيفية كتابة النقطة، وفي الأخير قدمنا كتابة أسامي لجميع المشاركين في البرنامج. ثم وفقنا الله عز وجل إلى أن كتبنا أسامي هؤلاء الحفظة، فنسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان الحسنات، وأن يتقبلها، وأن نجدها ذخرا في ميزان حسناتنا يوم القيامة. وبارك الله فيكم. عدنا إليكم مشاهدي الأفاضل لنقدم لكم هذا العرض القرآني الثاني في البرايم الثاني لمزامير داود، وأرحب بالقارئ عبد النور باديس والمتسابق ليث كرار من دولة العراق. أهلا وسهلا بكما، تفضلا. أهلا أهلا، تفضل. ما شاء الله، أهلا وسهلا بك عبد النور باديس. نعم، اهلا وسهلا بك. كرر لي. الله يحفظكم. اهلا وسهلا بك. عبد النور باديس مثل الجزائر في تلاوة القرآن الكريم في عديد المحافل الدولية، ومؤخرا كان في المملكة العربية السعودية ومثل الجزائر احسن تمثيل. ستستمتعون بصوته وبأدائه رفقة المتسابق العراقي كرر لي. اليكم الخط.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وانفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها قال حبة من خردل ما شاء الله فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يا بني أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن
ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله حوار بين لقمان وابنه حوار بين لقمان وابنه ما شاء الله ما شاء الله لا يعجز اللسان عن كل تعب الله يعجز اللسان ما رأيك في اختياراتي الشيخ ما شاء الله اختيار رائع موفق هذا من اختيارك يا أستاذ رضوان هذا نعم. من اختيارك أنت طبعا أنا من اخترت باديس أيوة واخترت العراقي ليكون معه في العرض حتى الآية أنا من اخترتها أحسنت الاختيار يا رضوان لك العلامة الكاملة مش كذا يا مولانا 9/10 تسعة من عشرة فين راحت الواحد من العشرة؟ الكمال لله لا لا ما هو في حاجات مش هتكلم فيها دلوقتي شكرا لك شيخ أحسنت أحسنت تصفيقه يا أولاد عليهم ما شاء الله المقرئين كان جد موفقين في تلاوتهما باديس ما شاء الله قفلته كانت ممتازة جدا أكثر من رائعة كان متحكما في صوته لي يعني درجة عالية وايضا ليث ما شاء الله على صغر سنه ولكن بسم الله ما شاء الله ابدع وامتع وحاول ان يصعد يصعد مع باديس وتمكن من ذلك ما شاء الله عليك يا ليث طيب الله امين امين الله يحفظكم وطيب الله انفسكم ما شاء الله الشيخ محمود الشيخ محمود متاثر جدا شيخنا يعني عنده اولا باديس اداؤك جميل جدا فيما يتعلق باحكام التجويد وقواعده وضوابطه وبعض الوقفات التي وقفت عليها جميلة ثابر أنت تحفظ كتاب الله؟ ثابر على ذلك إن شاء الله ثابر على ذلك واستمع أنت ممتاز ومميز أما بالنسبة لهذا الشبل كرار انظر إلي خذها في هذا لقط وفي هذا التاريخ وفي هذا العام من قناة الشروق أنت بإذن الله تعالى مشروع قارئ بإذن الله صوته يخرج من رأسه ومن قلبه إذا نظرت ويصل إلى قلوبنا من رأسه ومن قلبه يخرج من رأسه ومن قلبه يعني يمسك هكذا الميكرو وتجد أن الشفتين قليل ما تتحرك فما شاء الله عليك ثابر على ذلك واحفظ كتاب الله يا كرار كرار, كرار. احفظ كتاب الله وكن ليثا فيه إن شاء الله يا شيخ رضوان أنا أدعو كرار ليث أدعوك وأدعو أباك لأن يعمل على إقرائك القراءات العشر لابد أن تكون قارئا بالقراءات العشر قل إن شاء الله إن شاء الله هل أنت مستعد لقراءتها؟ نعم إن شاء الله نراك في المحافل الدولية وأنت تقرأ بكل القراءات إن شاء الله شكرا لكم شكرا وشكرا لباديس عبد النور وشكرا لكرار ليث وننتظرك في المنافسة القرآنية إن شاء الله متعنا مثل اليوم إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله مشاهدي الكرام فاصل إشهاري قصير ثم نعود بحول الله تعالى
عدنا إليكم مشاهدي الكرام، ونذهب إلى عبد العزيز سحيم في غرفة الكواليس ونتعرف على المتنافس الموالي الذي سيدخل على لجنة تحكيم مزامير داود لتقيمه بأدائه. عبد العزيز إليك الخط. مرحبا من جديد أخي رضوان. يحضر معي الآن المتسابقة أنفال شريطية من ولاية سطيف، هذه الولاية العامرة، ولاية الكرم، ولاية الرجال. مرحبا أنفال. مرحبا. كيف الحال؟ الحمد لله. أنت بخير؟ الحمد لله. أراك مستعدة؟ إن شاء الله. ما شاء الله. من يحضر معك اليوم؟ أبي. ما شاء الله ما شاء الله. كم تبلغين من العمر أنفال؟ 12 سنة. ما شاء الله تبارك الرحمن. أريد معرفة كيف بدأت رحلتك مع القرآن، كيف كانت الانطلاقة؟ يعني في الحقيقة التحقت بمعهد عثمان بن عفان لتدريس القرآن الكريم وعلومه لما كان عمري 7 سنوات. ما شاء الله. لكن مع اختلاف المشايخ لم أحفظ الكثير، وإنما حفظت حزبين وبعض المتون. ولما أتى الشيخ الفضيل الشيخ مصطفى سمارة، لما كنت أدرس السنة الرابعة، ختمت على يديه القرآن الكريم في مدة عام، يعني من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هل واجهت بعض الصعوبات أو العراقيل أو أثناء المرحلة؟ من كان يدعمك؟ من كان الوالدين يشجعك؟ الوالدين والشيخ كذلك. ما شاء الله تبارك الرحمن. الوالدة ماذا كانت تقول لك؟ الوالدة يعني كانت تشجعني لما أحفظ، يعني تراقبني، يعني تسهر على أن أحفظ أحفظ وراجع. نعم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أعطي الوين. وشك أستاذي لباس خير؟ الله يلبس. الحمد لله الحمد لله. اليوم أنفال أنا أشوف فيها من حفظة كتاب الله، وهذا شرف كبير. الحمد لله. هذه نعمة من عند الله. نعمة من عند الله. نعمة. الحمد لله الحمد لله. الله. كيف كانت الرحلة يعني في أثناء حفظ كتاب الله؟ والله كانت جد عادية، جد عادية. اسم البنت كانت ملتزمة والوالدين كانوا حارسين جد كل الحرص، والحمد لله والتوفيق من عند الله. يعني بالتوفيق لها وللجميع بإذن الله إن شاء الله. دائما تذكري خاب من توكل على الله. انطلقي. تحية للمتسابقة أنفال شريطية من الجزائر. أهلا وسهلا بك أنفال، نتمنى لك التوفيق والثبات إن شاء الله. اختار رقم سؤالك. الرقم 1. ما شاء الله بالتوفيق. مرحبا بك يا أنفال. مستعدة إن شاء الله؟ إن شاء الله. اقرأي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبي الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما
وأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. حسبك يا بني اقرأي من قول الله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى استمع إلي يوحى إليهم فاسألوا وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك أعيدي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومنا آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. حسبك يا بنية ما شاء الله عليك.
تفضلي معي. كنت موفقة ما شاء الله عليك، ويعني أداؤك كان متميزا، لكن لجنة التحكيم تدقق في كل صغيرة وكل كبيرة، والشيخ عبد القادر البراهمي له ما يقول. ما شاء الله أمثال، بارك الله فيك يا بنيتي على هذا الأداء، على هذه التلاوة، على هذا الاجتهاد في ضبط ما تلوته من القرآن الكريم. التنبيه الأول الذي ينبغي أن يوجه إليك في جانب الضبط أولا في الحفظ، في السؤال الذي وجه إليك من سورة الأنبياء: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم. قد أشار إلي فضيلة شيخنا أيضا، نعم هذه فيها شبيهتها أو نظيرتها، نظيرتها نظيرتها ليس وما أرسلنا قبلك، وما أرسلنا من قبلك، في موضعين في سورة يوسف وفي سورة النحل، هكذا أنت أخطأت فيها، أنا نبهتك ولكن هذا يحسب عليك خطأ يا بنيتي، هكذا لابد أن تضبطي جيدا جانب الحفظ. عندك أيضا تنبيهان كان لابد عليك أن تركزي فيهما يا أنفال. تنبهي إلى ضغطك على الحروف، ظاهر بعض الشيء في بعض الحروف خصوصا العين، تعلمون تعقلون بعدها كان واضحا عندك ذلك الشيء. في لفظ الجلالة الله الله وقع في الآية الأخيرة الموضع الأخير مرتين، الله الذي جعل لكم الليل ثم الله الذي جعل لكم الأرض أو الأرض، أنت الموضع الثاني قرأته جيدا، بدأت بالاستيف مستفل، أما في الموضع الأول قرأته مفخما الله الله، وهذا كان يعني عدم ضبط منك في جانب صفات الحروف ومخارجها، ولكن بالنسبة للضبط عموما يا أنفال كنت جيدة متميزة إن شاء الله تعالى، كان لابد عليك التركيز أي أكثر في المتشابهات. أنفال أنت فلة، ومستواك بهذه هذا التألق أفضل من المرحلة الأولى، فثابري واجتهدي مع هذه الملاحظات، أنت كنت جيدة جدا، انتبهي بارك الله فيك. شكرا لك شيخ العكاوي، شكرا لك، بالتوفيق، أتمنى لك إن شاء الله النجاح والتألق في رحلتك مع القرآن الكريم. يعني في الحقيقة لقد قرأت جيدا، لكن في الثمن النهائي قرأت أفضل من الربع النهائي، هناك بعض الملاحظات التي نبهتني إليها اللجنة وأشكرها، لكن لازال بإمكاني التأهل إلى نصف النهائي إن شاء الله. خرجة سياحية متميزة قدمتها قناة الشروق للبراعم الصغار، نتابع هذه الخرجة السياحية ثم نعود لنقدم لكم عرضا قرآنيا متميز. جعلت كتاب الله رفيقا لك في دربك، فأضأت بنور حروفه ظلام قلبك، هنيئا لك، فهذا والله هو الفوز الحقيقي. إيريس ترحب بك في بلدك الثاني وتتشرف بخدمتك في رحلتك. لمسابقة مزامير داود لصغار حفظة القرآن الكريم، تجمع إيريس. أكرم بقوم أكرموا القرآن ووهبوا له الأرواح والأبدان. مجمع إيريس المرافق الدائم لبرنامج مزامير داود زار براعمنا الصغار هذا العام في فندقهم وقدم لهم هدايا تسر خاطرهم وتفرح طفولتهم، حاملا الورود والتمور، مهديا لكل متسابق شارك في هذه الطبعة شاشة تلفاز من آخر ما أنتجته علامة إيريس. خير النووي، خير النووي، ما شاء الله مبروك عليك، تفضلي. سو محمد دولو، ألف مبروك. أحمد تامر ممدوح، ألف مبروك، ما شاء الله عليك. الإمارة من بناء وألف مبروك، ما شاء الله. من باكستان، أهلا وسهلا.
من سوريا. اهلا بك والف مبروك عليك. ما شاء الله ما شاء الله. مرحبا بك والف مبروك عليك. ما شاء الله عليك. الف مبروك وتفضل هديتك. مزيد من النجاح ان شاء الله. إيريس ضاعي الذهبي الأول لمسابقة مزامير داود. يشرفنا دائما مرافقة أهل القرآن وخدمتهم. هذا الشيء اللي دفعنا أنه نلفق البرنامج على مدى 8 سنوات. وهذه السنة في الطبعة الثامنة والنسخة الثانية لطبعة الدولية حرصنا على أنه نقدم كل ما يجب لراحة المشاركين ولنجاح البرنامج ونجاح هذه الطبعة. هذا الشيء اللي دفعنا أنه اليوم نظموا رحلة إلى مدينة الألعاب هنا في المركز التجاري اللي من متواجدة نقطة بيع إيريس. إيريس دائما تحرص على أنه تقدم هدايا إلى كل المشاركين بدون استثناء، وتقدم أيضا هدايا قيمة وتلفزيونات جوجل تي في آخر منتوج لإيريس إلى كل الفائزين. كما قادت مؤسسة إيريس براعمنا الصغار إلى مدينة الألعاب بالجزائر العاصمة، أو ما يسمى بمدينة الألعاب الذكية. قضوا فيها يوما كاملا رفهوا عن أنفسهم. حينما يكون الجهد مميزاً والعطاء فاعلاً تسمو النفوس إلى مرافق الإبداع ويرتقي منار التميز، وهو ما تسعى إليه مؤسسة الشروق رفقة شركائها الاقتصاديين بتكريم أهل الله وخاصته. أشكر مجمع إيريس على الهدايا التي قدمت لي بمناسبة مشاركتي في مسابقة مزامير داود. أريد أن أشكر مجمع إيريس على ما قدمه لنا من الهدايا، وأشكر الجزائر وأشكر مسابقة مزامير داود. شكراً إيريس الجزائر مسابقات مزامير داود. شكراً إيريس شكراً الجزائر. شكراً إيريس شكراً الجزائر. شكراً إيريس شكراً مزامير داود. أشكر الجمهور اللي راح حاضر معنا سهرة اليوم من طلاب مسجد قرية ولاد عبد الهادي بولاية بومرداس. أشكركم على حضوركم في فعاليات مسابقة مزامير داود. وأذهب مباشرة إلى عبد العزيز سحيم لنتعرف على المتسابق الأخير سهرة اليوم في فرع المرتل الصغير. اهلا وسهلا حبيبي رضوان، مع اخر متسابق في هذه الليله، الليله المباركه، من الجزائر، بالضبط من ولايه شلف، هذه الولايه القرانيه بامتياز. كيف حالك يوسف؟ بخير والحمد لله. اسمك الكامل يوسف عبد الباسط صح؟ فيرولي. فيرولي ما شاء الله تبارك الرحمن. كم تبلغ من العمر يا يوسف؟ 13 سنه. 13 سنه ما شاء الله. كم تحفظ من القرآن؟ نصف القرآن. نعم؟ تقريبا نصف القرآن. ما شاء الله. استمر، أنت مستمر في الحفظ صح؟ نعم. جيد ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. سمعت أنك تحفظ بعض المتون ولا؟ نعم. أذكر لنا ماذا تحفظ من المتون؟ الأرجوزة السنية في سيرة خير البرية. أي زيد؟ لا وفزت بها. ما شاء الله، كنت شاركت في مسابقة وفزت بها. ما شاء الله تبارك الرحمن. المرتبة الثانية. ما شاء الله أخذت المرتبة الثانية وطنيا. نعم. ما شاء الله تبارك الرحمن. مال وش كل يساعدك ويعاونك باش تحفظ هذه المتون؟ أبي. أبيك الأم ما كانش؟ لا. ما شاء الله، ربي يحفظ لك والديك، ربي يحفظك أنت ثاني إن شاء الله. اليوم راك مستعد؟ إن شاء الله. ايضا يحضر معنا والد، انا اقول له الشيخ يوسف عبد الصمد، اعطي له الميكروفون. كيف حالك استاذي؟ الحمد لله بخير. خير الحمد لله. الحمد لله. اجواء شكر الله لكم واحسن اليكم على هذه الاستضافه. الله يبارك فيك، الله يحفظكم ان شاء الله. اراك ترى
تتوسم في هذا الفتى مستقبلا زاهرا؟ والله هو مشروع يعني قارئ صراحة، أنا أعتمد عليه أنه سيكون مشروع قارئ كبير إن شاء الله، وأرجو من الله تعالى أن يكون يعني من كبار القراء في القرآن، في نشر القرآن والقراءات إن شاء الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أخي يوسف، هل أنت مستعد؟ توكل على الله، انطلق. نرحب بالمتسابق الأخير سهرة اليوم من الجزائر، فرولي يوسف. تفضل يوسف، ما شاء الله عليك. يوسف من الجزائر، إن شاء الله نتمنى لك التوفيق والنجاح وأن تتألق في سماء الترتيل والتجويد إن شاء الله. بالتوفيق بالتوفيق. الله الله الله. يا يوسف. نعم. أنا أنظر إليك إن شاء الله على أنك قارئ كبير بإذن الله إن شاء الله. اقرأ من قول الله تعالى: إن المتقين في مقام أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك، فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله العظيم. صدق. تفضل اسمعي يوسف من الجزائر العاصمة، كنت متميزا ومبدعا اليوم، لكن لجنة التحكيم لها ما تقوله عن أدائك سهرة اليوم. أبدع مع الشيخ محمود العكاوي. يا ولدي يوسف، ما شاء الله عليك، تمتلك خامة صوتية جميلة، جمال في الصوت وقوة في المساحة وقوة الصوت، حتى هناك تناسق في التلاوة، وهناك ما يسمى بالمواكبة، أنت واكبت الآيات تلو الآية، فأنت قرأت بمقام الصبا، هذا مقام فيه حزن، فيه حزن، وهذه الآيات تستدعي الفرح. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، فلا مانع أن تلون هذا، لا مانع. احرص حال قراءتك أن تلتزم بأحكام التجويد، يعني عندك مثلا فضلا من ربهم، فضلا من ربك، الضاد لم تكن صحيحة، عندك إن المتقين، القاف لم تكن بالمستوى المطلوب من حيث قراءتها بالكسر، بدك تنتبه إلى هذا الأمر، ولكن أثني على قراءتك، تبذل جهدا طيبا، وإن شاء الله ثابر على ذلك لنراك من كبار القراء.
شكرا لك شيخ محمود العكاوي، وشكرا للجنة التحكيم. أترككم للتشاور من أجل أن نتعرف على من ينتقل إلى نصف نهائي مزامير داوود سهرة اليوم بين كل المتسابقين الأربعة الذين مروا معنا اليوم. فاصل قصير ثم نعود. شاركت اليوم في دور الربع النهائي وتميزت بقراءتي ونصحوني اللجنة التحكيمية. أتوقع أن أكون في الدور النصف النهائي بإذن الله. أدعو المتسابقين الأربعة التفضل معي إلى المسرح من أجل معرفة المتأهل إلى نصف نهائي مزامير داوود. تامر عليوة من مصر، يوسف فرولي من الجزائر، أبو بكر من باكستان، وسندس من أنفال من الجزائر. من تأهل معنا إلى نصف نهائي مزامير داوود؟ أبدأ بالحفظ أم بالتجويد؟ أبدأ بالحفظ مع الشيخ عبد القادر إبراهيم. من تأهل إلى نصف نهائي مزامير داوود بين شريطية أنفال وبين تامر عليوة؟ لابد أولا أن ننوه لأبنائنا للمتسابقين جميعا أن وجودهم هنا في هذه المسابقة وتلاوتهم واستعراضهم للقرآن واستظهارهم هو فوز في حد ذاته، هو مرتبة عالية قد وصلتم إليها. ولكن حتى ننتقل إلى مراتب متقدمة لابد من بعض الفواصل الصغيرة، من بعض الأشياء الصغيرة التي لابد أن نراعيها. ولذلك اليوم في هذه الليلة وفي هذه السهرة من بين أحمد تامر عليوة ومن بين أنفال هكذا شريطية، الفائز والمتأهل معنا إلى الدور النصف النهائي هو أو هي؟ هو أو هي، اختار يا شيخ. ماذا اخترتم بالاتفاق طبعاً؟ بإجماع لجنة التحكيم أنه أحمد تامر عليوة يتأهل إلى نصف النهائي. لك يا أنفال يا بنيتي. كتاب الله كلام الله ما سجد سجود الشكر. الله أكبر والله الحمد ما شاء الله. بالتوفيق لك تامر، ننتظرك إن شاء الله في نصف نهائي مزامير داوود إن شاء الله. بالتوفيق، وبالتوفيق أيضا لأنفال الشريطية. ما زال المستقبل أمامك وما زالت مزامير داوود مفتوحة الباب كل عام إن شاء الله. تشاركين في المزامير وتصلين إن شاء الله إلى النهائي، ما زلت صغيرة. أذهب إلى الشيخ أحمد عيسى المعصراوي ليعلن على نتيجة فرع المرتل الصغير، فرع التجويد بين يوسف وبين أبو بكر. يوسف من الجزائر وأبو بكر من باكستان. حقيقة فرع الترتيل أو التجويد أو المنغم سميه حيث شئت يعتمد على أمرين. أولا إحكام التجويد أو التلاوة، وهذا أمر الجميع يشترك فيه في الحفظ وفي التلاوة. لكن التلاوة لها ضوابط، وهي إن لجنة يعني بتشترط أن يكون المرتل أو المجود عنده فكرة بالمقامات ويتنقل من مقام إلى آخر، أقل حاجة أن يجمع بين أربع مقامات في من خلال الفقرة التي يقرأها. الاثنان من أجمل الأصوات التي استمعت إليها، يوسف صوته جميل جدا جدا، وأبو بكر حقيقة حق يقال، ولكن عدم تنقلاته بين المقامات جعل أبو بكر أبو بكر الباكستاني ينتزع الفوز منه. نعم نعم، إذن يتأهل أبو بكر من دولة باكستان إلى نصف نهائي مزامير داوود في فرع المرتل الصغير في هذا العام. كلام الله ما أبهى، كتاب الله كلام الله ما أبهى. مبروك. إذن تامر عليوة من مصر وأبو بكر يتأهلان إلى الدورة النصف النهائي، ونودع كل من أنفال ويوسف من دولة الجزائر، ونلقاكم في العدد المقبل لنتعرف على متأهلين جدد في مزامير داوود إلى نصف نهائي، ونستمتع بأصواتهم ونستمتع أيضا بكل هذه العروض القرآنية التي تقدم
حصريا في بلاطو مزامير داود. تقبلوا تحياتي وتحية المخرج أحمد بخليلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب الله كلام الله. ما للأسف لم أستطع الوصول إلى دور النصف النهائي، ولكن الحمد لله على كل حال. كتاب الله كلام. كانت المسابقة جميلة وللأسف ما وصلت إلى النهائي. تلقى الصحب من الأدنى. فالحمد لله أنا تأهلت للنصف النهائي، وأقول للمتسابقين الذين لم يحالفهم الحظ أن رحلتكم طويلة مع القرآن، وهذه هي البداية وليست النهاية. لحفظ الآية لا ننسى لا ننسى. الحمد لله أنني فزت وتأهلت إلى النصف النهائي، وبإذن الله سوف أصل إلى النهائي وأشرف باكستان. مزامير داوود. يا ربي مطلبوك يا أخي، قلت ادعوني استجب لكم إن شاء الله. إن شاء الله يسقم لي ويسقم لكم العاقبة، إن شاء الله يزين لي ويزينكم العاقبة، إن شاء الله يسقم لنا العام، إن شاء الله يسقم لنا الأحوال، إن شاء الله بلادنا تكون مطهورة ما تكونش فيها الخبث. يا رب ببركة القرآن.